عينك قاعد في الضلمة بيولع شمعة ويدعي لك يبارك لك ربنا في الكرسي ويديك على قد ما تدينا. هو اللي خربها وجيت انت بتصلح مصر وترفع ومفيش احمل زي ده عامل خد رشوة وهو اللي قطعها لك شنة ورنة ولك هيب لايق على المنصب وكاريزما حرية وعيش وقضاء شامخ اما البنزين فمفيش ازمة والدنيا جميلة وكله تمام مفيش مسجون من غير تهم واللي عرضه قلة اندست او الناس بتشوشر مش فاهمة وان كان عالضلمة هنتعود وان كان عالجوع هي مش فرق وان كان عالصلاة عالنبي فاحنا بنصلي اخويا من غير ورقة من امتى تعودنا نعارض امرك على طول ماشي على الكل وان كان عالوضع هو يتحسن والناس مرتاحة وزي الفل من حال الناس انا عالاحتار الناس بتشوف الفول كافيار اه يا ليلي يا ليلي يا ليلي لو الحكومة بتضرب نار الناس بتقول قشطة استقرار قشطة استقرار من حال الناس انا عالاحتار الناس بتشوف الفول كافيار اه يا عيني يا عيني يا عيني لو الحكومة بتضرب نار الناس بتقول قشطة استقرار وبشتكنا وعادي وايادي تسلم لايادي ايه يعني وماله مفيش مانع وفي كل حالاتك انا راضي داخلية تفض مظاهرات والوضع جميل وديمقراط تاتا تاتا وجنب الحيط ماشي وهكمل عمري وانا مطاطي لا انا هنزل على التحرير تاني ولا ههتف واطلب اسقاط انا هقطع بالدايه لساني ولا عمري هراجع قراراتك على البركة وسبينا وكمل هيجيلي تناحة وهتحمل انا هنزل وانتخبك تاني ويا ربي كتر فترة من حال الناس انا عالاحتار الناس بتشوف الفول كافيار اه يا ليلي يا ليلي يا ليلي لو تلاحكومة بتضرب نار الناس بتقول قشطة استقرار